ما كرهتش. ولا جابوا البيت اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر مباشره من اقليم مدلت. مازال معكم متابعي قناه شوف تيفي من بعد قناه الشبيجيه درعتها في لالة ياسين حسيني. هشام الملقب بحنظله طالع عليه الدم بسبب التهميج ديال المنتخبين للملعب الكبير بالجامعه الترابيه مزيده. اللي كيقول بانهم شو هنا هذا راه ماشي ملعب ديال الكره القدم، هذا ملعب ديال التبوريطه. وغادي نخليهم متابعي قناه شوف تيفي نشوفوا الارتسام ديالو. وكنعتذروا متابعي قناه الشعب لاننا يعني كاين الريح بزاف بزاف، هذا هو اللي خلانا اننا نحاول ما امكن نديروه نديروا يعني هذا البث هذا وسط السياره. فكنعتذروا لجميع المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن، ونخليكم مع سي هشام. تبارك الله عليك سي هشام. السلام اخويا بخير اخويا، مرحبا بكم، مرحبا شوف تيفي عندنا هنا في زايده. وشكرا على الاستضافه اللي درتونا اليوم هنا في التيران هذا اللي ما عرفناه تيران ولا تبوريضه ولا شي حاجه فاش كيترينيو الجنود العساكر ربي ما تسمى جنيد، هذا الشيء ما عرفناش. حنا عندنا التيران ما عرفناه، ما صالح حتى لشي حاجه. اين فوا كنبغيو نجيو كنجيو هنا نلعبوا، اما كنتعرضوا للريح ولا العجاج ولا الضيوف اللي كيجيو عندنا كنحشموا كاع نستقبلوهم في هذا التيران هذا، حيت ما كاينش فين يجلسوا لا كراسه لا حتى شي حاجه، كنحشموا نستقبلوا بنادم. وكاين فرقه عندنا هنا في زايده ما عندها لا بريمات لا والو، الدراري كيلعبوا مساكين هكاك غير حيت عزيز عليهم بلادهم كيلعبوا على ود بلادهم. ما عندنا حتى ملي كنلعبوا كيعطيونا غا على حساب الحمام، كيعطيونا نهار كنبغيو نمشيو لشي قنطه اخرى كنلقاو مشكل عاوتاني في ترونسبور، راه غير الناس اللي الرئيس ديالنا والجمعيه اللي ديال المنوال هي اللي كنمشيو، واحد كيعطي داكشي اللي قسم الله باش يعاونونا في المازوط ونمشيو. المهم هادشي راه ما كيعجب، ما يقبلوا ربي لا عبدو. كتشوف دابا هذا الملعب هذا الملقي يعني الملقب الملعب الكبير ملعب القشله هذا خويا اسمح لي على الانقطاع. حنا هادشي دابا هذا التيران هذا كان شحال هادي زمان، هادشي الناس كانوا كيلعبوا فيه دوك المخزنيه والعساكر اللي كانوا هادشي كيلعب. حنا جينا لقيناه قلنا اللهم نستافدوا منه، نستافدوا نلعبوا به بعدا شي شويه على حتى الا كان بعدا شي نتيجه تكون من هنا لقدام. حنا كنلعبوا شحال هادي مسنين من الداليت وحنا كنعرفوا هاد التيران هذا لحد الان ومازال ما صابوا لنا والو. قسم الشرفيه قسم الشرفيه حسره ومازال والو، مازال ما بانت حتى شي نتيجه. المهم باقيين لور المهم جات درعه تافيلات كامله من 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 سميتو من من زايد حداته هي قضيه، راه هادشي منفي لا حول ولا قوه. والدراري والجمعيات راهم كلهم حتى هما مساكين ما بغاو حتى هما فليسات. احنا دابا انت راه حتى حنا كنلعبوا مع هادو حنا ما كاين والو، ما كنتخلصوا ما والو، حنا اللهم نمشيو نضبوا عروسنا. قول لك دابا انا حلاق، مره صباغ مره قباص مره اللي جاب الله، هادشي اللي كاين. تبارك الله عليك. يعني مره حلاق مره صباغ، المهم كنقلبوا على لقمه د العيش. شتي هادشي كون دابا هاد الكره دابا كون كان فيها واحد لقمه د العيش نجيو حتى حنا نتقاتلوا نلعبوا، ماشي مشكل تفرح بلادك وتزيد بلادك قدام، تستافد انت يستافدوا الشباب، شحال واحد غادي يستافد. كاين اللي دابا اللي عنده في رجله مسكين وما عندوش فين غادي يمشي، اي فين ما بغيتي تلعب كلشي عنده في رجله، ولكن ما كاينش الغلب الله. يعني كاينين تبارك الله كاين مواهب هنا كثيره تبارك الله، كاين اللي عنده في رجله كاين الغنى، اي حاجه اي موهبه كاينه عند بنادم هنا في الزايده. كما كيقول لك هذا هو احد جيوب احد جيوب الفقر هما هذه البلاصه هذه في جميع الميادين ديال الرياضه ديال اي حاجه، حتى الخدمه براسها ما كايناش هنا شي مشروع شي مصنع ولا شي حاجه باش يخدموا. بنادم هنا كيتعرض للمخدرات الشراب تشفرت واخا ما كاين ما يتشفر، المهم الدراري الشباب راه ضايع وشكرا. دابا كتشوف حتى بالنسبه لهاد المباراه هذه كون كانت غير على الاقل سياره الاسعاف ولا شي حاجه لحقاش ما كاين لا سيارات اسعاف، حتى المخزنيه اللي كيجيو هنا راه كيجيو غير حيت راه الخدمه ديالهم هذوك، راه كون ماشي الخدمه ديالهم راه ما غايجيوش. راه حتى الفرق المساكين راه ما عندهم لا فاصمه لا ضوء احمر لا المهم شي حاجه، الصواني راه ما كاينش حتى شي حاجه، الصواني راه ما كاينش حتى التونيات واللباسيت شي حاجه شي كيطماط كاينه حتى حاجه ما كتفرح. يعني غير مسميه عليه غير مسميه قسم شرفي اش من شرف الله اعلم، حنا كنعرفوا القسم الشرف ما كاينش، كنعرفوا غير القسم الشرف ما كاينش. يعني مشى الشرف الشرف ما كاينش، المهم الشرف راه ما كاينش، قسم هو القسم.
شنو هي الرساله ديالك اللي تبغي تقول للمسؤولين المنتخبين اللي كانوا كيشوفوك في هذا البث هذا؟ كنتمنوا يدير لنا شي حاجه. ما حد الدراري اللي ضاع راه الله ان شاء الله يعاونه. حنا دابا كنشوفوا حنا ضعنا. دابا هذا الجيل اللي جاي صغير، هذا الصغير اللي جاي يديروا له شي حاجه قبل ما يضيع حتى هو، حيت حنا راه ضعنا. ما بغيناش يضيعوا اولادنا ولا يضيعوا اولاد ولادنا ولا شي حاجه. يديروا شي حاجه. ما حد الدراري راه نط ينتحر شي واحد، واش شنو كيدير؟ راه الله يحسن العوان. حتى واحد اي واحد بغى شي حاجه وما لقاهاش. راه قلت انا دابا في عمري 30 عام الحمد لله، وعندي وليدات مجوج الحمد لله، ولكن ما خصناش الخير، ولكن حنا ما بغيناش ولادنا يضيعوا. حتى الطرقات اي حاجه، المهم هاد البلاد مهمشه ما فيها حتى حاجه. وشكرا. للاسف الشديد متابعي قناه شوف تيفي، باش ما تقولوش باننا درنا هذا البث يعني وسط السياره، لكن الريح هي اللي ما خلاتناش اننا متابعي قناه شوف تيفي نستمروا في هذا البث هذا. هنا مورايا متابعي قناه شوف تيفي الملعب الكبير ديال زيدان، الملعب الكبير ديال تبوريده وليس لكره القدم. للاسف الشديد الوليدات ديالنا متابعي قناه الشعب في الرساله ديال كنتمنى متابعي قناه شوف تيفي انها توصل لكل المسؤولين ولكل الغيورين على منطقه جهه درعه فيلالت وعلى جهه درعه فيلات وعلى منطقة زيدا. إقليم ميدلت يعيش أكبر تهميش، يعيش أكبر إقصاء بالنسبة للشباب. مخدرات، تعاطي للمخدرات وفساد وهجرة ديال الشباب وهجرة جماعية ديال مجموعة ديال الشباب اللي هما كيمستطعوش أنهم يعيشوا في هذه المدينة هذه، في هذا الإقليم هذا اللي هو زيدا ومجموعة من ضواحي زيدا الزربومية وتنفيت وزيد وزيد. للأسف الشديد متابعي قناة شوف تيفي واللي ورانا هو الملعب ديال القشلام، الملعب الكبير، الملعب اللي كيقول لك هو في العمر ديالو 30 سنة، 30 سنة هو كيعقل عليه هكاك داير. لا تغيير ولا حتى حاجه. فكنتمنى تكون رساله واضحه للمنتخبين، كنتمنى تكون الرساله واضحه للجماعه القرويه، فكنتمنى تكون رساله واضحه للجميع وتا المجلس الاقليمي. احمل المسؤوليه للمجلس الاقليمي، احمل المسؤوليه للمجلس الجماعي، ورساله لعامل اقليم ميدلت، انقذ ما تبقى من هاد الشباب. راه تعاطي المخدرات، راه خدينا مجموعه من الارتصامات ديال الساكنه، كاينه مجموعه من الخروقات اللي كتعيشها اقليم ميدلت. وكنبعث قناه شوف تيفي حاطه الرحال باقليم ميدلت، ويعدكم انه مازال الرحله طويله وفقط في قوقعه اقليم ميدلت للوقوف على مجموعه من الخروقات. استعملنا هذا اللوغو هذا ديال السبور، بغينا نفرحوا بالسبور، لكن تفاجئنا برسائل اللي هي جد كبيره ديال هاد فلا حول لهم ولا قوه. ونستمروا متابعي قناه شوف تيفي باش تشوفوا الملعب، ملعب زايده اللي هو الملعب الكبير اللي في الحقيقه متابعي قناه شوف تيفي حاول ما تشدوش اللي هو كيستعنوا اجي نشوف. هنا متابعي قناه الشعب استعنوا فقط بهذه الخرقه هذه، استعنوا بهذه الخرقه هذه وايضا بالعصا ديال الجفاف. هذا هو الملعب الكبير، ملعب زايده. لاي واحد اللي كيقول بان قناه شوف تيفي قناه انها كتجيب لنا فقط غير الفضائح وتجيب لنا هذه راه فضيحه كبيره اللي خص المسؤولين انهم يتحملوا المسؤوليه ديالها، خص المجلس الجماعي وخص المجلس الاقليمي انهم يتحملوا المسؤوليه ديالها. كيف يعقل اننا غادي نمشيو لعند واحد من مول التوب ونجيبوا مثل هذه الخرقه هذه ونديروها، ونجيبوا عصا ديال الجفاف باش اننا نديروا هذا الملعب هذا، ونطراسيو ونجيبوا المخزنيه وما نجيبوش حتى سياره الاسعاف لحقاش اللي طاح هنا مشى فيها غير التراب. ما كاين لا عشب لا معشوشب، كاين غير مو طربطب. الا كاينه شي لغه بهذا المطربطب كاينه الله اعلم بذلك. هذا هو حال هاد زايده، هذا هو حال شباب زايده، هذا هو حال اقليم ميدلت اللي في الحقيقه يعيش الماساه ويعيش المجموعه من الخروقات اللي كنتمنى متابعي قناه شوف تيفي انهم ينقذوا شباب هذه المنطقه. فعيب نقولوا الشباب ما عندناش، عيب نقولوا بالطاقات ما عندناش، عيب نقولوا بان شبابنا هما سبب يعني المخدرات وسبب التعاطي ديال المخدرات. راه ما لقاو ما يديروا، حتى من المركز اللي قالوا كاين مركز ديال التكوين المهني بينوه في التلفازه وحيدوا الماتريال وما عارفين الدواء، فين مشى الماتريال؟ وهذا هو الملعب، علاش ما يكونش ملعب معشوشب؟ وحنا مقبلين ايضا على تحية كبيرة لفوزي القجع وتحية كبيرة لجلالة الملك نصره الله اللي دائما يبقى شعارنا الخالد الله الوطن الملك، ولا عزاء للحاقدين المنافقين وناهبي المال العام من اقليم ميدلت وانت جابد.
اقليم الرشيديه واقليم زاكوره واقليم ورزازات. فبارك حشومه هاد الوليدات ديالنا والشباب ديالنا يضيعوا وعيشوا معنا هاد الرحله ديال اكبر ملعب معشوشب اللي هو هذا حقيقه تبكي كل واحد، وحقيقه اللي في الحقيقه متابعي قناه شوف تي في تعيشها او تعيشها زايده اقليم ميدلت. نعود واخا سيدي اللي كيقول لك سير خيط سروالك، شكون هذا اللي غادي يخيط سروالو؟ هل توجد اسعافات اوليه اذ تعرض احد للاصابات؟ ما كيناش اسعافات اوليه. ايضا تعرضت كثيرا لركله في قد المهم اثناء حراسه المرمى. يعني مجموعه من المتابعين اللي بغينا التعليقات ديالها، يعني تكون مجموعه من المتابعين اللي بغينا تكون التعليقات ديالهم ايجابيه وتكون عندهم واحد الغيره وتكون عندهم واحد المسؤوليه حول المملكه المغربيه العلويه الشريفه وحول المناطق اللي كيعيشوا فيها. لكن للاسف الشديد تم تخدير جميع الشباب وتم تخدير جميع ساكنه المنطقه باش اللي هضرتي معاه تيقول لك الله اعلم انا ما عرفتش. هذه هي اللغه ديالهم وهذا هو كلامهم. فتحية كبيرة لكل المتابعين والمتابعات، وأكيد متابعي قناة شوف تيفي رسالتي واضحة لعامل إقليم ميدلت وإلى كل مسؤولي إقليم ميدلت وإلى المجلس الإقليمي وإلى كل جل الجماعات ديال المجلس الجماعي ديال الإقليم ميدلت. فكنتمنى أنكم تراعيوا وتشوفوا من حال الساكنة، لأنكم عيقتوا باركة من 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 يعني من السيارات اللي كتهزوا ديال الجماعات أنكم تساروا بهم فلوس ديال الدولة. لكن للأسف الشديد من المراقب والمحاسب غادي نخليه لله عز وجل، والله ياخذ الحق اللي كان حيله وسباب. ودائما يبقى شعاري والخالد والابدي قبل ان يعني أنا قبل ما نقطع هذا البث هو الله ياخذ الحق وعاش الملك، ودائما يبقى شعارنا الخالد الله الوطن الملك. ولا عزاء للحاقدين المنافقين النمامين وجيران السوء وايضا ناهبي المال العام.